لقد أقل قول الأكثركم لكن أن جعل فينا أغنولا لنفيد الأسقاني فمطمعون وأجعلنا من بين يدين سد من سجين سد فمشيناهم فهم لا يبصرون فهم لا يبصرون وصواء عليهم أنذرهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إلا ما تنذر من ذوات ذكر وخشى الأمان بالغيب فبشر بالمغفرة من خدر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدروا وآثارهم وكل شيء نسيناه في إمام مبين وأدرب لهم أثرنا أصحاب القرية جعل المرسلون إذا قلنا عليهم اسمين فقدرهما فعززنا بها ثالثا فقالنا له المرسلون قال ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم لا تكذبون قالوا ربنا يعلمنا لكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قال إنا تطيرنا بكم لئن لم تنجوا لنرجمنكم لمسنكم إن عذاب القرية قالوا أطيركم أغوان تقولون أنتم مطرهم مشركون مدى من أكثر مدينتي رجل يصى قال يا قل تبع المرسلون اتبعون لا تروا ثم تقولوا ما لي ابغي الذي تدنون لي ترجعون لا تقضي من دنيا لي اكرم على دير لا تغني اني جباد من شيء ولا ينقضون اني لا نجي دلال المؤمنين اني امنت بربكم فاسون قيل تخذ الجنه قال يا لك قم يا لغوان لما غفر لي ربي وجعل لي من المجرمين وما انزل على قومي من بعد من جلود من السماء كن منزلين يوم قالت الله سيضوى تتوقف من جميع الذين محضروا عنه قال يا ملا تظلم نفسها شيء ولا تجزون الا ما كنتم تعلمون انا سامي جنات اليوم في شغل خاتم وزواج جدلان الى الارائك المتبعين لهم في افاقات ولهم ما دعوا نصرى من قوم ربيعهم ومكاز اليوم ايها المجرم الحلم هذه الكبرياء بناء عبد الشيطان انما تقوم بهم مبين وعين عبد الاعاده تراث المسلم ولا حسد لهم من جبل الخسير فلا تكونوا تاخذون هذه جهنم التي كنتم توعدون اخلع اليوم بما كنتم تكفرون اليوم القادم ولا يقوم تقلبون اليوم تشهد ارجلهم بما كان يكذبون ولو نشاء لنسقارد من المخالطي فهو صديق مدين ولا يرجو ما تعاملوا من كاتب الخلق حتى لا يقتلون